في موضع آخر، تستعد الجزائر هذا الخميس لاحتضان الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. وسيبحث المشاركون في هذه الندوة التي ستعرف مشاركة مسؤولين رفيعين في الاتحاد الإفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلام والتنمية. وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الندوة فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوسائل الناجعة التي تخدم المصالح الإفريقية. هذه فرصة أخرى ليجتمع هذا المجلس في مدينة وهران مع مجلس الأمن الدولي والأعضاء الأفارقة غير دائمين في مجلس الأمن، والعديد من المسؤولين يعني الأمميين والمسؤولين الكبار في منظمة في الاتحاد الإفريقي للتشاور والتحاور والتنسيق حول مجمل القضايا التي تهم إفريقيا في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الأمن والسلم والتنمية. وبطبيعة الحال هذه ستكون مناسبة سوف نتبادل فيها الرأي جميعا حول أنجع السبل للقيام بما هو في صالح إفريقيا ككل وفي صالح دولنا.